مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في الشاشه التفاعليه للشوف تي في. دعا المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافه والاتصال المواطنين المغاربه الى مسانده المنتخب الوطني للسيدات من اجل تحقيق لقب كاس افريقيا في المباراه النهائيه اللي غتجمعهم اليوم السبت بالمنتخب الجنوب افريقي على ارضيه ملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط. ونشر المهدي بن سعيد تدوين على صفحته الرسميه بموقع فيسبوك وكتب فيها: يعيش المنتخب الوطني النسوي على بعد 90 دقيقه من صناعة التاريخ مرة أخرى بعدما نجحنا في التأهل لكأس العالم لأول مرة. وأضاف: هاد الشيء علاش كلنا خاصنا نتعبؤوا باش ندعموهم خلال المباراة النهائية اللي عندهم يوم السبت أمام جنوب إفريقيا، وهاد الشيء ما يمكن يوقع إلا إذا جعلنا الملعب يدور بأكمله ديما مغرب، وبالتوفيق للفريق النسوي. المنتخب الوطني النسوي للسيدات ما بقات كتفصلوا إلا خطوة واحدة للتتويج بأول لقب قاري وتحقيق إنجاز تاريخي وغير مسبوق في تاريخ كرة القدم المغربية وحتى الإفريقية. فهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، إلى اللقاء.